البحر المتوسط محاط بالجبال، كأن التضاريس كونت مهداً طبيعياً. لكن في بعض الأماكن لا توجد جبال، والمهد مفتوح، كهذا المكان الواقع بين ليبيا ومصر. وصل أول البشر إلى البحر المتوسط عبر هذا الممر، ومن هنا تبدأ رحلتنا. إنها الصحراء الليبية القاحلة التي تعد جزءاً من الصحراء الكبرى. صف ضعيف من الأشجار فقط يمكنه مقاومة الجفاف، ويقف كجيش مهزوم ويتقهقر ليحدد مسار المياه المدفون تحت الرمال الحارقة. الوحيدون الذين غامروا لدخول هذه المنطقة هم الطوارق، والتبو من تشاد أو التماشق من موريتانيا. واصلوا التجارة في الملح والقمح عبر أكبر منطقة قاحلة في العالم. النيل هو أطول أنهار إفريقيا، تنبع مياهه من أعماق القارة السمراء، ومثل مصر نفسها تدين القاهرة بكل شيء إلى نهر النيل الذي يعد منبع الحياة والحضارة. كان أول مستوطنيها من الرحالة والصيادين وجامعي الثمار. محاصيل القصب والحبوب البرية لدلتا النيل غيرت حياتهم، وشجعتهم الضفاف الخصبة على الاستقرار قبل أكثر من 6000 سنة. ما زال 90% من سكان مصر يعيشون قرب نهر النيل. المياه موجودة في كل مكان، لأن النيل متقلب ويفيض في شكل مستمر. هذا النهر وتربته من الطمي كانا أساس الزراعة، وكانت تلك هي بداية مصر القديمة. بدأت الزراعة بزراعة وادي النيل البري بنباتات مثل الشعير والعدس والكتان والبازلاء منذ تلك الأيام البدائية. تحولت الزراعة إلى صناعة تنتقل إلى كل العالم وتطعم سكانه البالغ عددهم 7 مليارات نسمة، وكل هذا بدأ هنا في حوض البحر المتوسط. وادي النيل الرقعة الزراعية الوحيدة في مصر. مساحة الأرض مأهولة كلها، ما يجبر الناس على تخزين محاصيل الأعلاف على أسطح المنازل. ومع هذا فإن إرث المنطقة الفعلي قد لا يكون هذه الآثار الشاسعة، وإنما حبة صغيرة واحدة هي حبة قمح. يزرع القمح في تونس والجزائر والمغرب، كما يزرع هنا قرب الرباط. توارث البشر هبة قيمة على مر أجيال، وهي معرفة وثقافة زراعة القمح، القمح الذي صار يعني أن الإنسان لن يجوع ثانية. من ساحل شمال إفريقيا إلى سهول جنوب أوروبا وهضاب تركيا، تعد دول البحر المتوسط كلها أرضاً زراعية. ومنذ القديم فعل القمح ما هو أكثر من توفير الطعام، فقد جلب الثراء أيضاً، كما جلب التجارة التي اخترعت في لبنان في العصور القديمة. لبنان في أساسه جبل، يقال جبل لبنان، سلسلة جبلية يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار. بعض القمم تغطيها الثلوج طوال العام،
اسم لبنان يعني اللون الأبيض اللبني، إشارة إلى قمم الجبال المغطاة بالثلوج. بخلاف وادي البقاع حيث لا توجد أرض زراعية كبيرة، وطالما استغل لبنان موقعه الجغرافي كنقطة تقاطع بين الشرق وحوض البحر المتوسط، وهنا حدث للمرة الأولى اللقاء بين الفرس وبضائعهم وأهل البحر المتوسط وبضائعهم. بيروت عاصمة لبنان هي مدينة فعلية وفي توسع مستمر، تعداد سكانها 4 ملايين نسمة وهم يشكلون أغلب سكان البلد. الناس من كافة أنحاء الشرق وحوض البحر المتوسط موجودون هنا، ما يجعل بيروت النسخة العصرية عن برج بابل. في لبنان 17 طائفة مختلفة، لكن الغالبية من المسيحيين الموارنة والمسلمين. لبنان أرض لجوء لجيرانه من السوريين والفلسطينيين. السوريون يهربون من الحرب والفلسطينيون أصبحوا لاجئين، ومع الوقت تحول المؤقت إلى دائم. مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تحولت إلى أحياء حقيقية. يبلغ عدد اللاجئين في لبنان اليوم أكثر من 1.5 مليون شخص. وبيروت مدينة مثخنة بالجراح. منذ عام 1975 حتى عام 1990 نشبت حرب أهلية، وأدى تدخل الجيشين السوري والإسرائيلي في النزاع إلى إغراق لبنان في الحرب والدمار. الشيء الذي شكل فارقاً هنا لم يكن نهراً، وإنما مسطح مائي كبير جداً هو البحر الأبيض المتوسط. هنا تعلم التجار الأوائل الإبحار. كان لبنان معروفاً باسم فينيقيا. كثيرون يتذكرون شجاعة البحارة الأوائل الذين امتلأت قواربهم بالتوابل والأنسجة والزيوت. كانت سمعة قوارب الفينيقيين جيدة جدا. كانت هياكلها مصنوعة من خشب قوي مضاد للتعفن، ينمو فقط في منطقة أشجار الأرز اللبنانية. هذه الأشجار نادرة اليوم وفصيلتها محمية. يزيد عمر بعض هذه الأشجار العملاقة عن 2000 سنة. لرؤية الأشجار القديمة المتبقية عليك تسلق جبل لبنان إلى منطقة بشري. هذه هي آخر آثار الغابة الكثيفة التي كانت تغطي لبنان يوماً. مصير الإنسان ارتبط بأشجار الأرز هذه في شكل معقد، فقد ساعدته في اكتشاف عالم جديد تماماً هو البحر الأبيض المتوسط. لم يكن بإمكان البشر مطلقاً أن يذهبوا بعيداً عن طريق اليابسة. البحر مكن الحضارات الشرقية الأولى من التوسع حول حوض البحر المتوسط كله. استقر الفينيقيون في قبرص ثم في كريت والساحل الشرقي لليونان. أبحروا بمحاذاة ساحل ليبيا وصولاً إلى المغرب. هناك أكثر من 15,000 منها في البحر المتوسط. كل واحدة منها كانت نقطة توقف للفينيقيين، جزر كانت قاحلة وبرية ومعزولة، أو أرخبيلات كثيفة مثل جزيرة كورناتي في كرواتيا. يزيد عدد الجزر الصغيرة في أرخبيل كورناتي عن 140 جزيرة. التضاريس الأرضية متجعدة ومتغضنة لأن البحر المتوسط منطقة براكين.
بل هي إحدى أكثر مناطق البراكين نشاطاً في العالم. سترومبولي في الجزر الإيولية عبارة عن جبل ارتفاعه يربو على 900 متر، وفي كل ساعة ينفث البركان كتلاً من الحمم والرماد، والثورات المستمرة الصغيرة تقيه من الثوران الكامل. البركان يفعل خيراً من ناحية ما، وهي أن حممه غنية بالمعادن، فهي تخصب الأرض التي طالما كانت مأهولة ومنتجة. ستون بركاناً منها إتنا في صقلية ما زالت نشطة في البحر المتوسط في المنطقة الواقعة بين إيطاليا واليونان. أصبح الإغريق على البر الرئيسي يخشون الجبال. هذه الجبال التي تهيمن على المنظر الطبيعي يصل ارتفاع أعلى قممها إلى حوالي 3000 متر، وهي قمة جبل الأوليمب. كما كان الإغريق بحارة بارعين أيضاً، ولم يختاروا مراكزهم التجارية أو يقيموها بشكل عشوائي، بل كانوا السبب في إقامة أعظم موانئ البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي استمدت روما قوتها من نظام عسكري استثنائي ومن سلاح طبيعي، وهو باللورات الملح. يستخرج الملح من البحر المتوسط مثل ما يحدث في الإسكندرية في مصر. في العصور القديمة كان يستخدم مثل المال، لكن روما استخدمته كسلاح حربي، فقد مكن الفيالق الرومانية من حفظ طعامهم أثناء الحملات العسكرية الطويلة. وكان الجنود يأخذون أجرهم ملحاً، واشتقت كلمة راتب من أصل كلمة ملح. كان عصر غزوات، لم تعرف سلطة روما حدوداً، وأعيدت تسمية البحر المتوسط. لم يعد اسمه البحر في وسط الأرض، بل أصبح اسمه ماري نوستروم، أو بحرنا، أي أنه بحر الإمبراطورية الرومانية، وبالمعنى الأشمل بحر الإنسان. المدن حول العالم اليوم مثل جنوة في إيطاليا ما زالت تستوحي إلهامها من نموذج روما الحضري. مع كل منطقة جديدة مهد الرومان طرقاً وحفروا موانئ وبنوا جسوراً لتوحيد الإمبراطورية. ما زلنا نتذكر أن الإمبراطور نيرون كان أول من حاول بناء قناة كورنث الكبيرة في اليونان. في الأطراف الخارجية للإمبراطورية الرومانية قام الرحالة الساميون، وهم أشخاص كانوا يتحدثون واحدة من اللغات الشرقية العديدة، في التوغل في أعماق الصحراء وصولا إلى ما نطلق عليه اليوم وادي رم في الأردن. ولأكثر من 1000 عام قادوا قوافلهم إلى قلب الصحراء الصخرية المستعرة. كانوا يرتحلون بحثا عن مملكة. وفي جنوب البحر الميت قام أحد ملوكهم بتأسيس مدينة في الصحراء نفسها، وأصبحت أروع مراكز التجارة على الإطلاق، وأطلق عليها اسم البتراء.
كل ما تبقى من البتراء اليوم هو الضريح التذكاري الكبير أو بيت المال المنحوت على واجهة صخرية، ومعماره مستوحى من المعمار الإغريقي الكلاسيكي، ويشهد على اختلاط الدين والثقافة الذي عاشته المدينة. بين إسبانيا الكاثوليكية والمغرب الإسلامي مسافة 15 كيلومتراً تقريباً، ومن كل ناحية يمكن للمرء رؤية الشاطئ المقابل بعينه المجردة. مضيق جبل طارق يشكل فجوة بين المنطقتين. الشاطئ الجنوبي أغلبه إسلامي، أما الشاطئ الشمالي فأغلبه من الكاثوليك. نقطة التلاقي الوحيدة بين الشاطئين جغرافيا توجد في اسطنبول في تركيا. اسطنبول مدينة اقتصادية بارزة في حوض البحر المتوسط. تستمد اسطنبول قوتها من كونها نقطة تقاطع تاريخية في البحر المتوسط، فقد كانت في الأساس مركزا نشطا لكل أنواع التبادلات، أكانت اقتصادية أم دينية. في الماضي كانت عاصمة تراقيا الإغريقية، المركز التجاري المزدهر، وبعدها أصبحت بيزنطة القسطنطينية أغنى مدن الشرق كأول عاصمة مسيحية للإمبراطورية الرومانية. وهنا في اسطنبول بنيت أول كنائس عظيمة مثل كنيسة آيا صوفيا التي تحولت إلى مسجد وأصبحت متحفا، ثم تقرر إعادتها كمسجد هذا العام. اسطنبول في بازارها الكبير ومتاجرها 4000 كانت القلب النابض للإمبراطورية العثمانية في الماضي، الإمبراطورية التي امتد نفوذها من شرق البحر المتوسط إلى حدود النمسا وهنغاريا. اسطنبول تعد نقطة تقاطع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، واليوم تقع ضمن الجمهورية التركية العلمانية التي أسسها أتاتورك. واسطنبول كانت تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. شوارعها تحمل أسماء كل مدن أوروبا وأعلام كل أممها. الحضارة مثل المياه التي تنساب عبر بحيرة البندقية في إيطاليا، تبحث عن طريق لها وتغير في طريقها العالم الذي يحيط بها. تمكن الإنسان من بناء مدن الشرق المتقدمة، لكنه اليوم لم يعد يعرف جيدا ما يراه. ثلث سائحي العالم يأتون لقضاء إجازاتهم في حوض البحر المتوسط، رحلة قصيرة وصورة سريعة. ضخامة سفن الرحلات تجعل المدينة الضعيفة تظهر قزمة. يأتي الكثيرون إلى البحر المتوسط كأنهم يحجون، لكن ربما يبحثون عن شيء لم يعد موجودا في البحر المتوسط. في كرواتيا على طول شواطئ الأدرياتيكي يتذكرون الماضي الرائع لدوبروفنيك التي كانت جمهورية راغوزا في الماضي، المدينة المزدهرة المتغطرسة التي تحدت هيمنة مدينة البندقية. حوصرت المدينة وقصفت أثناء حروب البلقان، إعادة البناء الذي مولته استثمارات أجنبية بشكل جزئي جعل من دوبروفنيك مجرد متحف مفتوح. أثناء فصل الصيف في كرواتيا عدد السائحين يكون ضعف عدد السكان. أصبح البحر المتوسط مخيم إجازات ضخما، لكن هل له خيار في هذا؟
كانت السياحة قبل انتشار كورونا مصدرا اقتصاديا حيويا على طول شواطئ وسواحل إسبانيا. تتم خدمة ثلث سائحي العالم المتمثلين في 250 مليون زائر في أشهر قليلة فحسب. آلاف المنتجعات و700 مرفأ لقوارب النزهات وكيلومترات من الشواطئ الرملية، يكون المتوسط أشبه بمنتجع واحد كبير مطل على البحر كما في كوستا برافا، حيث يكون هناك طلب متزايد بشكل مستمر على الماء ومخاطر التلوث المتصاعدة. علاوة على كل شيء، السياحة تضيف المزيد إلى أعداد السكان المحليين الكبيرة بالفعل، وتصبح المساحة الخالية رفاهية. حدود البحر المتوسط يمكن رؤيتها في الجزائر. الدولة كبيرة لكن معظمها غير مأهول، فالصحراء تبدأ فور عبور جبال أطلس، ولا أحد يمكنه العيش في الصحراء، فقط حول الواحات النادرة مثل واحة جردايا. مدن الأمازيغ التي أسسها بنو مزاب هي جزر الحياة الوحيدة في خضم محيط من الصخور والرمال التي تمتد تدريجيا على الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط. وفي سلسلة جبال الأوراس في الجزائر شرق الأطلس الصحراوي، هناك ندرة في المياه والأرض قاحلة. هذه الجبال التي حمت المستوطنين الأوائل في الماضي أصبحت تضيق عليهم الآن، لهذا تلجأ الجزائر إلى البحر مثل معظم مدن البحر المتوسط العظيمة. هذه المدينة المذهلة كان اسمها الجزائر البيضاء في الماضي، أو المدينة البيضاء تيمنا بالقصبة الأسطورية ومبانيها البيضاء الناصعة القائمة فوق مستوى سطح البحر. لم يعد الإنسان يسكن دلتا إبرا في إسبانيا، فقد أصبحت محمية طبيعية لتناسل الفلامينغو الوردي وهجرته. في الواقع المنطقة ليست محمية من أجل الطيور فقط، وإنما لأن التنوع البيولوجي في البحر المتوسط إرث لا يقدر بثمن. في الأراضي المرتفعة على الجزيرة ما زالت غابات أشجار الصنوبر في كورسيكا تعد موطناً لأكثر من 200 فصيلة حيوانية ونباتية لا وجود لمثلها في أي مكان آخر بالعالم، ومن بين أعلى قممها البوزين، وهي أهوار غنية بفحم المستنقعات. هناك ما يقرب من 25,000 فصيلة نباتية في حوض البحر المتوسط، إرثها الطبيعي يعد ضماناً لحياة البشر، باختفائه تصبح حدود مساحة عيشنا أوضح. في المتوسط تحترق 6,000 هكتار من الغابات كل عام كما يحدث هنا في اليونان في بيلوبونيز. الإنسان يحرق أرضه بنفسه إهمالاً أو عمداً من أجل الزراعة. في أوج الصيف بعد أسابيع من الهواء الجاف الساخن قد يحترق كل شيء، حتى بساتين الزيتون. شجرة الزيتون ليست نباتاً فحسب، بل هي رمز أيضاً. يمكنها تحمل الجفاف، لكنها لا تتحمل البرد أو الأمطار الغزيرة، وعلاوة على كل شيء تحب الشمس. في الواقع شجرة الزيتون مثال واضح على تغير المناخ. عندما تتوقف أشجار الزيتون عن النمو نكون قد غادرنا حوض البحر المتوسط،
فهي تعد حداً طبيعياً يكون بعيداً أحياناً عن الحدود البشرية ويبتعد أكثر فأكثر. منذ عقود عدة تنمو أشجار الزيتون في الشمال وتموت عطشاً في الجنوب. أغصان الزيتون تحمل رسالة إلى البشرية، فهي تعلن عن تغيير في المناخ يمكننا تمييزه بصعوبة حتى الآن. من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة في منطقة المتوسط أكثر بدرجتين عن درجة الحرارة المعتادة، وتجعل هذا الجزء من العالم هو الأكثر عرضة إلى الاحتباس الحراري. هاتان الدرجتان الصغيرتان تجعلان القاهرة مدينة كبرى حارة، لكن أهم شيء هو أن التحول المناخي يعرض الزراعة في البلد إلى الخطر. لن يعود النيل قادراً على إطعام 100 مليون نسمة بسبب التغير المناخي، وسوف تحتاج مصر استيراد 10 ملايين طن من القمح سنوياً، ما يجعلها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، علماً بأن القمح ولد هنا في جنوب أوروبا. كما هنا في اليونان تعمل صناعة الحبوب على قدم وساق. إنه سباق مع الزمن، يجب أن تتكيف فصائل النباتات مع المناخ المتغير لنقص الأمطار والتربة المستنزفة. المياه ليست مشكلة زراعية فقط، وإنما هي تحد كبير بالنسبة إلى الدول التي تتناقص فيها المياه. 60% من الدول التي تفتقر إلى الماء هي من دول البحر المتوسط، وبينها يوجد 20 مليون شخص ليست لديهم مياه صالحة للشرب، ويستوردان المياه من الدول المجاورة، وتتم تحلية مياه البحر، وما يتبقى من نهر الأردن يتم ضخه. في الواقع يلوح الظمأ الشديد في الأفق بعد الجوع. خطر نقص المياه يزحف أيضاً على أبواب طرابلس عاصمة ليبيا. تدين المدينة باسمها إلى الإقليم الروماني السابق ريجا تريبوليتان، أو منطقة المدن الثلاث. خرجت ليبيا من حكم القذافي الذي دام 40 عاماً. الحرب الأهلية تسببت في نهاية نظام زعيم هذا البلد، لكن منذ سقوطه والبلاد دخلت في مآس ونزاعات وكوارث لا حصر لها. يمكن العثور على كل شيء وأي شيء هنا، لكن لا شيء منها أنتج في ليبيا. فالقمح واللحم والخضروات كلها مستوردة. الأرض لم تعد تخرج زرعا، فقد أصبحت قاحلة جدا. طرابلس محاطة بالصحراء. الصحراء الليبية الشاسعة كبيرة بحجم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا معا. لا توجد فيها المياه، بل النفط. احتياطي النفط تحت الأرض في ليبيا هو الأكبر في إفريقيا حتى الآن. استخراجه سهل، ويوفر النفط الخام عالي الجودة. النفط الذي يعد هبة منذ أزمان هو السبب في إقامة مصانع تكرير ومحطات نفط مثل الموجودة في راس لانوف في خليج سرت. الحرارة هنا شديدة جدا، إلى درجة أن العزل تجب حمايته من الشمس بصورة دائمة. احتياطي الطاقة ألهم البلد أيضا بإقامة مشروع بقيود غير محدودة. إنه السعي وراء المياه المخفية في الصحراء. لمدة 20 عاما كانت الماكينات تحفر بلا هوادة لتجد الماء. تجمعت في رمال الصحراء قطرة فقطرة مع كل تساقط أمطار نادر منذ فجر التاريخ. استهلاك مستودع المياه الجوفية الأحفورية سيستغرق سنوات فقط، لكن الناس عطشى. لذا بعد استهلاك آخر قطرة في الصحراء الليبية الكبرى، ما الذي سيتبقى؟
الموقف خطير. على مدار 15 عاما التالية سيتزايد الطلب على الماء حول شواطئ البحر المتوسط الشرقية والجنوبية بنسبة 400%.